السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في قناة شوية المهمة. اليوم إن شاء الله نقدم لكم هذا الشكل ديال الصابلي، كيجي زوين بزاف وسهل وسريع في طريقة التحضير ديالو. بقاو معنا بشوفوا المقادير طريقة التحضير. المكونات اللي راح نحتاجو اليوم، عندي هنايا البسكوي سبق لي وحضرته باش ما نطولوش الفيديو، عجينة ديال الصابلي اللي دايما كتشوفوها معايا، عجينة عادية قطعت على الشكل هذا الطير. عندي هنايا الشوكولات أبيض دوبتو وضعته في واحد المولد البلاستيك على هذا الشكل هذا. عندي هنا البسكوي مطحون مهرمش على هذا الشكل هذا. عندي نحتاج كذلك شوكولاتة اسود. عندي هنا نسلي كراميل محضر في البيت سبق لي وحضرته، اللي بغى يشوف طريقه التحضير ديالو رجع لقناة تلقى الفيديو. عندي هنايا كاكاو الفول السوداني محمر مزول عليه القشره ديالو وهرمشته ولونته بالملون اخضر جيل، زائد معقد الناباج. معقد الناباج كنوضع فيها واحد القطره من الجيل ملون اخضر، كنضيف عليه الكاوكاو كيولي لنا على هذا الشكل هذا. اول حاجه غنحضروا الكناش اللي غنلصقوا به البسكوي ديالنا. غناخذوا الشوكولات اسود غندوبوا في حله مريم، من بعد ما غيدوب غنضيفوا عليه البسكوي. من بعد ما كندوبوا الشوكولات غنضيف عليه هذه المعقله، معلقه كبيره من نسلي كراميل، تنخلطها بحال هذا الشكل هذا، وغنضيفو عليه البسكوي اللي عندي. البسكوي كيبقى حسب الكمية ديال الصابلي اللي عندكم. نبقاو نحركو كيولينا هكا على شكل عجين بحال الشكل هذا. نخلطو مزيان باش ينسجم لينا البسكوي مع الشوكولات بحال هاد الشكل هذا. هاو الخليط ديالنا كيفاش تيولي. ناخدو صابلي ديالنا تنوضعو فيه، بحال هذا الشكل هذا تنقادو. كما تلاحظوا معايا هنايا بدينا كنضغو كاوكاو بالجناب على هذا الشكل هذا، وضعت فوق منه الشوكولاتة الأبيض. نتوما كيفاش تمشي. تناخدو معلقة كبيرة ديال الناباج، معلقة كبيرة ديال الكليكوس، ندوبوهم، تندهنو جناب ديال الحلوة ديالنا بالكليكوس والناباج، تنعمرها بهاد الكوكب هذا على هاد الشكل هذا. بحال الشكل هذا تنقادو الحبة ديالنا مزيان. بحال هاد الشكل تندهنو من الفوق بشوية الكليكونز. تنوضو الشوكولاتة ديالنا بهاد الشكل، كنبقى ندير نفس العملية حتى كنسالي. هاهو صابلي ديالنا في الشكل ديالو النهائي. كنتمنى الفكرة ديال اليوم تنال الإعجاب ديالكم. لا عجبكم فيديو اعملو لايك، بارطاجيو فيديو مع العائلة ديالكم الأصدقاء، وإلى اللقاء مع وصفة جديدة.